موجز السادسة مساء من التلفزيون المصري، أهلا بكم وكل عام وحضرتكم بخير. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما وجه الرئيس السيسي برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف في العالم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. وشدد الرئيس السيسي على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة. وأكد متحدث الرئاسة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترح تنشيطها. وخلال الاجتماع تم استعراض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى جهود زيادة عدد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة. نهاية موجز السادسة من التلفزيون المصري، في أمان الله.